السلام عليكم، اهلا فيكم في كلوب جديد. اليوم الثلاثاء عندنا، توي مخلص اللاب، خلص الوقت ما خلصته كله، الدو حق يوم الجمعه فتقريبا خلصت 90%. بكمله اليوم او بكره وبسلمه. راجع الحين السياره ان شاء الله محطه مخلفه، لان الوقف اللي وقفت فيه ساعتين بس، الحين خدت ساعتين وتقريبا 7 دقائق، ف ان شاء الله محطه مخلفه. أبى أروح المكتب الرخص مرة ثانية، لأن قبل 3 أسابيع يوم رحت لهم جددت الرخصة، جات لي الرخصة لكن بالتاريخ القديم، ما برحت من الشهر الجاي بتخلص، فبروح لهم بكلمهم الحين. وبعدها عندي لاب من الساعة 8 للساعة 10 في الليل، فبجلس في الشقة بحل بري لاب، بعدين يمكن أرجع معكم. فخلنا نبدأ الحين، إن شاء الله ما في مخالفة. لا الحمد لله ما في مخالفة. ده موقف قصب، مع انه قدام تقريبا دايس على الخط الاصفر. اللي قدام لاز فيني، واللي ورا برضو لاز. هنا في امريكا اتوقع اكثر شعب ما يعرف يوقف، الامريكان كثير كثير شفتهم اللي يجي يوقفون لازم يصقعون السيارة اللي ورا، تشوف السيارة تهتز وينزلون، وعادي عندهم يمشون عادي ما. بس الحمد لله طلعت. طبعا تصوير داخل ممنوع، فبرجع لكم بعد ما اخلص. رجعت معكم، كنسلت القديمه، اعطت التمراري الاسبوع او اسبوعين على ما تطلع الجديده. طبعا قالت لي ما ادري شو المشكله، ليش وصلت لك بنفس التاريخ القديم، لكن سوت لي تمراري الحين مكتوب فيها اصلا السنه الجايه تنتهي. فخلاص كذا، خلاص يعتبر خلصت الشيء اللي بي، لان باقي 3 أسابيع وتنتهي القديمه. جددت لي خلاص، الحين امشي بهذه الورقه تمراري لين ما توصل لي نفس البطاقة. طبعا عندي تمراري برضو قديمة، فهذه مع هذه الحين خلاص يعتبر تكنسلوا. طبعا هم هنا انك لو تمشي في الشارع وتوقفك شرطة او شيء بتسوي لك مشكلة انه ما عندك رخصة، فترتاح اذا طلعت الاشياء وسويت تأمين، لان هنا التأمين مهم مهم جدا في امريكا. اذا وقفتك الشرطة لازم تسألك عن التأمين والرخصة، فدام عندك تأمين وعندك رخصة كذا تمشي مرتاح. طبعا التأمين في شركات واجد، في شركات في الانترنت تكون رخيصة تقدر تأمن على بالانترنت. انا مأمن شركة هنا عندنا ستيت فارم اسمها، شركة معروفة في امريكا كلها، غالية طبعا، مأمن شامل وحاطة اشياء تقدر تأمن. اذا أمنت شامل تقدر مثلا تحط تأمين برضو على شقتك، تقدر تزيد التأمين بكيفك في الاشياء، مثلا بتحط تأمين مع الاشخاص اللي معك في السيارة، تأمين مع الأشخاص لو لا قدر الله سويت حادث، الأشخاص الثانيين تحط محامي لك لو إنه صار شيء، أشياء كثيرة كثيرة. فحط استباطة تقريبا تأمين حق 100 دولار، وبرضه يختلف على العمر. إذا كنت تقريبا تحت 25 وتدرس تقدر تجيب لهم ترانسكريبت الشهادة ويشوفون الدرجات حقتك، إذا كانت كويسة يسوون لك خصم برضه. أما إذا كنت فوق 25 خلاص ما تقدر تجيب لهم، حتى لو انك تدرس ما تقدر تجيب لهم خصم، لكن خصمين لك اذا كنت فوق 25 نرديهم خصمين لك. وبرضو احيانا والله ما ادري ايش السالفه، انا مخلي اوتو التامين اهم شيء، ما بيقلق نفسي اني كل شوي ادفع لهم، خلي اوتو يسحبون مني كل فتره. وبرضو يعطونك زي البطايق تحطهم في السياره، اذا سويت حادثه ووقفتك الشرطه لازم يشوفون البطايق هذه. انا مخلي اوتو، فاذا خلصت البطايق هذه مثلا بعد شهرين او 3 شهور تقريبا بتخلص، وهم قبل ما تخلص تجيلي في الايميل البطايق ثانيه حطها في السياره، فماشي معهم كذا مريح نفسي. خليكم الحين، الوعد الساعه 8 في الليل. السلام عليكم، رجعت معكم. الحين الساعه عندنا 7:43. طبعا يوم رجعت الظهر صليت ونومت وتوني صاحي من تقريبا ساعه، تفاجأت فتحت تويتر تفاجأت عن سواقه المراه للسياره في السعوديه. فمبروك لاي بنت تبي تسوق. يلا الحين خلينا نروح اللاب، وبعد اللاب راح اروح لاب السيركت اللي اليوم صباح ما خلصته. يلا نبدا. ووصلت الجامعه، طبعا بروح اللاب الحين، ما راح اصور لكم في اللاب الفيزيكس، انا اتوقع مليتوا من التصوير داخل الكلاسات، فارجع معاكم بعد ما اطلع.
يسمون لاب لاب إيل من طوله. باقي بورتال ترى بس بخليه يمكن أسبوع الجاي. شفت الهواء كيف؟ شو اللي عندك يعني؟ شو بتسوي؟ راح أراجع المكتبة. شو اللي عليك؟ واحد يخلص دوام الساعة 10 يروح المكتبة. كم ساعة دوامك بكرة؟ والله 11. يا رجال يعني الفجر تطلع من المكتبة. بس والله ما نمت إلا ربع ساعة. إيش يعني عندك بكرة اختبار؟ واصل حدي. وتعال بعد الفيزيكس لازم نطلع نذاكر على طول عقب بكره يوم الخميس. عندنا كوز. ايه. عندنا طال عمرك البوست لاب برضه بخلصه. الفيزيكس ايه. لان الظهر ما في كلاس فيزيكس. واخيرا خلصت دوام اليوم. انا كلاسي خلص الساعة 10. الحين كم الساعة؟ الحين الساعة 9:53. رايح اللاب الحين بصعد فوق بجلس هناك. متى اخلص ما ادري. بس اهم شيء اخلص اللاب حقي تسليم يوم الجمعة. اليوم يوم الثلاثاء بس ابي اخلص الحين وافتك على الاقل خلاص اعرف كل شيء ويكون ما في معادلات اسوي ولا شيء بس يعني كتابه فخل ابدا فيها الحين اذا كان برضه في وقت ابي اخلص الفيزيكس واروح اسلم من الحين. جاي ترجع عافا قبل شوي جلس هنا مر لي نظره كلمني وقال لي وين طالع طبق النوم خلصت ماده واحده طبعا ما خلصت كلها هذا اللي من الساعه 8 الصباح وانا اشتغل عليها اليوم يوم رجعت نمت ورجعت مره ثانيه خلصت الفيزيك ورجعت لها مره ثانيه طبعا الدوح حقي ما قلت لكم يوم الجمعه فباقي لي 3 ايام باقي تقريبا لي الحين سؤالين بس ورتب الأوراق سؤالين أسهل سؤالين تقريبا ما بقى شيء يعني الحمد لله الحين الساعة عندنا 12:30 في الليل راجع الشقة خلاص ولا أخيرا قبل ما هنا فلوق أتمنى أني أي شخص يشوف هذا الفلوق وودي أني أكمل لأن وصلت مرحلة أني ودي أكمل ودي ما أكمل اللي ودي أني أكمل يكتب لي تحت في الكومنت وينشر الفلوقات أتمنى أن تجيني مشاهدات عشان تشجعني شوي اني اكمل بس اتمنى تعليقاتكم تكون تحت وفي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة اي شخص يشوف المقطع اتمنى انه يشترك في القناة ينشر المقطع ويسوي لايك للمقطع اول مرة اتكلم في الجامعة كذا بصوت عادي وما حد يهمني والسلام عليكم.